كنتي مع ساره في نفس الكليه؟ تعرفي انت بتفكريني بواحده كنت اعرفها زمان اسمها مرد، كانت بتحط نفس درجه الرشد دي. مين يا ساره؟ تعالي يا صاحبتي يا ماما. هاي. بس انا شايفه في ميك اب بقى ودندشه وحركات. هيا المايه سخنه على اليمين. طب لما تيجي تاخدي اوبر تكلميني هطلبه لك من عندي. ساره انتوا نازلين؟ اتفرجي على الفيلم. اهلا بيكم، اهلا بيكم. الابداع لما بيكون بايد شباب بيبقى شيء عظيم جدا، لكن تصوروا بقى ان اول خطوه باخد فيها جوائز، واول خطوه بتقول للعالم احنا موجودين وبنقدم رؤيه مختلفه في السينما، حتى لو كنا بنتكلم على الافلام القصيره، لكن كان لينا باع في الافلام الوثائقيه وغيرها. وفنانيننا اللي موجودين معانا النهارده افتكروا كويس وشوشهم، لاني اتصور ان هم هيكونوا علامات في تاريخ السينما المصريه خلال الفتره اللي جايه. انا سعيده جدا بان انتم معانا النهارده، يعني فريق فيلم صاحبتي، الفيلم المصري اللي بيشارك لاول مره كفيلم مصري في الافلام القصيره في مهرجان فينيسيا مسابقه افاق. معانا مخرجتنا الجميله، خلينا نقول يعني، واللي عندها حاجات كتير واسرار هنعرفها منها النهارده، المخرجه الاستاذه كوثر يونس. اهلا بيكي. مخرجة وشاركتي في كتابة الفيلم صح؟ اه عظيم. ومعانا طبعا الفنان البطل الوسيم الأستاذ مارك حجار. ده الاسم كده صح؟ مظبوط، مارك حجار. أهلا، منورنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ومعانا فنانتنا الجميلة، وهتبقى مش هقول ابن الوز عوام، لكن طلع لخالتها في جمالها وموهبتها، معانا البطلة إلهام صفية الدين على نفس الاسم. ازيك يا أستاذة إلهام؟ الحمد لله، كل منورنا. معنا طبعا المنتج الاستاذ ساندرو كنعان. اهلا بيك يا استاذ ساندرو، منورنا جدا. صاحبتي يعني كلمه واحده تعملي بيها فيلم وتدخلي بيه مهرجان لاول مره كفيلم مصري يشارك في النوعيه دي من الافلام كفيلم قصير، اكيد ورا الفيلم حكايه، ومشاركتك كمان في المهرجان كان ليها حكايه صح؟ ايوه. ايه بقى الحكايه؟ احكي لي كل الحكايات النهارده. انا النهارده جاي اسمع الحكايات بس. اوكي. هو الفيلم كان بدأ فكرته وقت الكورونا، كنا احنا قاعدين انا وصحابي وساندرو، كنا بنفكر كده في افتراضيات، وبعدين وصلنا لفكرة الفيلم هتكون عن ايه، وبعدين اخدنا وقت ان احنا نقرر هنكتبه ازاي، لانه دايما انا متعودة ان في افلامي بتبقى قايمة على حاجات حقيقية حصلت لي، بس الفيلم ده هو فيلم كله جاي يعني خيال. من الخيال كامل، يعني من خيال، ما حصليش الموقف او ما شفتش حد حصله الموقف، واتفاجئت وانا بعمل كاستنج اني قابلت شخصيات حصل لها بقى الموقف، فانبسطت بقى قوي كده، حسيت الله ده انا مخي ايه ده. بعدين بدات الفيلم ان انا كنت بكتب، بدات يعني اكلم مع احمد عصام السيد اللي هو الكو رايتر، وبدانا نكتب في الدرافت والثانيه. الفيلم كان بادئ في اتجاه كده الاول، وبعدين قعدنا نطور فيه، وهو بصراحه يعني الفيلم اتطور وجهز لما لقيت الممثلين الصح عليه. انت قعدتي فتره طويله تدوري على الممثلين صح؟ وقعدت فتره طويله معاهم، هو انا حقنا شويه في الموضوع ده. علشان يعني فتره التدوير عن الممثلين، لانك كنت عايزه ناس يليق عليهم الشخصيات اللي مكتوب عليها الفيلم. والفتره الثانيه اخذتيها ليه الاول؟ في الاول كنت لسه بجهز السكريبت والكورونا وازاي هنشتغل واحنا في البيت من غير ما، فكانت فتره كده وقت ضايع في حياه تقريبا كل الناس يعني. وبعدين لما لقيت الممثلين، ممكن احكي لك لقيتهم ازاي. مارك كان زمان بيشتغل مساعد مخرج، انا كنت بشتغل مساعد مخرج زمان، مارك كان زمان بيشتغل مساعد مخرج، فانا قلت ايه ده، كان في مارك ده شكله ده نفس اللي انا بدور عليه، فقابلت مارك وقلت ايوه خلاص هو ده. وكان يعني اول اهلا بيك بقيت ممثل؟ لا هو كان ممثل قبلها، يعني بس كان نزل شويه اخراج. فتعرفت عليه من هنا، ومن هنا بدات بقى يعني احاول الاقي البنت اللي هتليق مع مارك في الدور، لان لازم يبقى في كيمستري معينه بين الشخصيات. وبعدين قابلت الهام بكل يعني، كنا في حفله بتاعت عرض فيلم، ولقيت الهام كنت انا في الحمام، فلقيت بنت كده قصه شعرها خالص ولد وريبال كده في نفسها، فقلت لها هو انت عاوزه تمثلي او ليكي في التمثيل؟ قالت لي انا بعمل ستايلنج وميك اب ومش عارف ايه، بس احب ما كنتش عارفة أصلا هي مين، ولا جاية من عيلة مين، ولا بتعمل إيه، يعني ما كانش عندي حاجة خالص. أنا بس عجبتني لأن لقيتها كده قصة شعرها كده وداخلة بالستايل اللي أنت عايزاه بالظبط. بالظبط. وهي كمان شي انسبايرد مي، يعني هي ألهمتني
على شكل الشخصيه ازاي تخليها تتصرف. يعني في جزء في حاجات كتير قوي من الشخصيه انا خدتها من الهام نفسها. فبعدين بس قعدنا بقى بروفات كتير قوي يعني بصراحه طلعت عينهم هم يقول كل واحد يحكي لك بقى عملنا فيه. يعني انت بعد ما لقيتيهم عملتي فيهم ايه؟ ده اللي هنعرفه منه. اه بالظبط. يعني انتوا كنتوا اصحاب كمساعد مخرج ومساعد مخرج، انت قررت انك تمثل واذ فجاه؟ لا لا انا بس عايز اوضح حاجه. لا هو انا كنت بمثل اصلا من الاول من قبل ما تبقى مساعد. بالظبط انا بادي اصلا ان انا بمثل من 2015، كان اول فيلم عملته كان الجيل الرابع وده كان بطوله الفيلم، وكان اول مره في حياتي اعمل اوديشن او اعمل كاستنج على اي فيلم. فلما لقيت ان الموضوع عجبني جدا حبيت ان انا اخش ورا الكاميرا عشان اشوف اللوكيشن كله بيبقى عامل ازاي، لان كنت ساعات في الاول كده كنت بكون تايه في اللوكيشن. فحبيت ان انا انزل مساعد مخرج عشان افهم القصه بقى من ورا الكاميرا، بيبقى ده المطبخ بقى. فكنت عايز اخش المطبخ اشوف بقى الطبخه بتتعمل ازاي. أيوة. ومن هنا تعرفت على كوثر وبس، وكل حاجه ما بتروحش على الفاضي يعني. طب لما كلمتك قالت لك كان عندي دور ليك، بس الدور ده هيبقى احتمال يبقى فيه حساسيات معينه اللي احنا مش هنتكلم فيها عملت ايه اول رد فعلي كان معاك؟ بعت لها صوري عشان قالت لي انا عايز اشوف شكلك دلوقتي انت عامل ازاي. فكنت قاعد باكل اصلا صورت سيلفي كده بدأنا بقى وكنت بدأنا. قالت لي لا لا انا مش عايزه الكلام ده خالص وكده. فقلت لها طب نصلح يعني، انا احب انا عارف ان بسمع عايز انا خس احلق ده انا احلق ده. ايوه فلا وانا كمان كانت كوثر عملت فيلم اسمه هديه من الماضي وانا شفت الفيلم ده والفيلم عجبني جدا. فانا عارف ان كوثر مخرجه جامده جدا يعني، مخرجه عندها رؤيه رغم ان تاريخها الاخراجي هم فيلمين وده الثالث يعني. بس يعني مشروع التخرج حتى يعني والاثنين عملوا انقلاب، حابه ارجع لهم ثاني. ايوه بعدين فانت قلت كوثر بتعمل حاجه يبقى اكيد يبقى انا لازم ابقى فيها. أيوة. يعني ما فيهاش. فروحنا وقابلتها وقعدنا نتكلم وبعدين لقيت ان انا تمام الدور بتاعي يعني. بس ما تخبيتش ما اعترضتش ما قلتش لا مش هبقى؟ لا لا انا ما بعترضش، انا بحب جدا التحديات يعني مهما كان الدور. ف هو بصراحه كان ديديكيتد قوي يعني، كان يعني ما كنتش هلاقي في الديديكيشن بتاعه يعني يا حبيبتي حد ساب التمثيل قدام الكاميرا وطلع ورا الكاميرا عشان يشوف ايه اللي بيحصل في المطبخ. اكيد يعني هتلاقي اكتر واحد في الدنيا بيدور في التفاصيل. طيب الهام يعني بالاساس عيلتك فيها الهام شاهين وانت متسميها على اسمها، معناه ان اول حاجه تعمليها انا عايزه ابقى ممثله مش ستايلست وبحب المكياج والحاجات اللي انت قلتيها في اول لقاء. أيوة ده يعني ليه؟ انا عيلتي كلها بتشتغل في الفن يعني، عندنا اخراج وتصوير وانتاج وتمثيل وستايلينج، فهو كرو كامل يعني كان حواليا طول الوقت. فكنت على طول بدعبس مع حد فيهم في حاجه، طول عمري بقول ان انا عايزه امثل بس كنت مستنيه ان انا اخلص جامعه وبعدين اعمل كده. صدفه ان جت كورونا وجيت على مصر وقابلت كوثر وقالت لي انا مخرجه حابه تعملي فيلم، فتمام يلا. يعني ساعتها ما قلت لهاش خالص ان يعني في شجره العائله القريبه جدا اللي هي بقول لها صباح الخير كل يوم الهام شاهين؟ ما قلتيش كده؟ لا خالص ما قلتش. ما قلتش عشان انا عجبني ان هي جات لي عشان انا مش عشان اي حاجه تانية في الدنيا، مع ان انا بجد فخوره قوي ان الهام خالتي وان عيلتي وبحبهم وبموت فيهم، بس متعوده دايما ان انا الهام الصغيره. فكوثر كانت اول حد يجي لي كالهام مش كالهام صغير. الله عليك. فدي كانت عندي يعني برافو والله. وبعدين وافقتي؟ وبعدين بس قالت لي تعالي نقعد قعده، قالت لي تعالي نتكلم على الحياه. قلت لها نتكلم على الحياه؟ قالت لي اه تعالي نتكلم عن حياتك. ودلقت لها كل حاجه ما اعرفش ليه بس ارتحت لها اوتوماتيك كده. فهي جت كده كانت من ضمن الشخصيات. انت قلتي كانت ملهمه بالنسبه لك ككاركتر بشكل الطله اللي انت عايزاها محتاجاها للدور، بس هل كان عندها حكايات زي الحكايات بتاعه الفيلم؟ كان عندها حكايات الهمت الفيلم بصراحه يعني مش عشان اسمها الهام فهي الهمت، بس هي فعلا كان عندها قصص وحاجات في علاقاتها بالناس اللي حواليها كانت يعني عرفنا ناخد منها نضيف للشخصيه كمان ونقوي الشخصيه اكتر.
طب لما نروح بقى للفلوس والانتاج والمش عارفه ايه، ودي لحد وتصرف واعمل لنا، هنعمل ايه باللي احنا بنعمله ده وانا فلوسي 5 قروش ونص يعني؟ هو الافلام القصيره معروفه طبعا، بس هي طبعا الحلو في موضوع الافلام القصيره بسبب ان هي ما فيهاش ضخ فلوس كبير، ان طبعا بيكون كل الناس اللي بيشتغلوا في شغف وايمان وحب بالمشروع غير طبيعي، لان هو لو مش مؤمن مش هيستثمر كل وقته بالشكل ده، بالذات زي الممثلين يعني. قعدنا وقت بروفات زي ما كوثر كانت بتقول كان وقت طويل جدا، وكنا مستمتعين جدا لان كل شويه بنكتشف زي طبقه جديده في القصه عايزين ندي له عمق معين، وعشان فلذلك يعني عرفنا نعمله اللي نقدر نعمله يعني طبعا يعني. بس كان في تحديات؟ التحديات دايما هي ان اي حد بيعمل فيلم عنده تحديات. طب كان اكبر تحدي، اكبر تحدي عندك انت تحديدا في الدور الاساسي اللي انت كنت ماسكه داخل الفيلم كان ايه؟ لا انا كنت، انا اول مره انا اصلا دارس اخراج، فانا مخرج اساسا، اشتغلت مع كوثر قبل كده على فيلم كانت هي المنتجه وانا المخرج، فدلوقتي عكسنا الادوار. فكان اكبر تحدي ان انا كنت بتعرف على شغله الانتاج طبعا، وفي نفس الوقت ان احنا كان يعني كانت كوثر عندها طلبات معينه طبعا محدده جدا، فكنا لازم نلبيها كلها تحت اي ظرف يعني. طبعا طلباتها اوامر ما نقدرش. لا لا يعني عشان مؤمنين بوجهه نظر، ومؤمنين طبعا بالفيجن بتاعتها يعني لذلك، وهي بتحب كانت تستمد من الواقع جدا، فكنا عايزين نصور في مكان عمر ما تصور فيه قبل كده مثلا، كنا عايزين نصور في حته تبان حقيقيه جدا، فالحاجات ديت يعني عرفنا نتصرف فيها الحمد لله، ووصلنا للرؤيه بتاعتها اللي هي عايزاها على الشاشه يعني. وانتوا بتصوروا في المكان حصل اي حاجه خلتكم تقولوا اه ده في عندنا هنا تريك لازم نشوف هنتعامل معاه ازاي؟ يعني هو لا هو طبعا ضيق الوقت كالعاده. وكنا يعني قعدنا كنا عندنا حد من فريق العمل كان فريق حد اساسي يعني، وبعدين حصل له حاله وفاه فاضطر ان هو يسيب الفيلم قبلها بيومين، فاضطرينا ناجل فزقينا التصوير شويه، بس يعني دايما الاحسن يعني. انا بشوف الحاجات دي دايما بتشجعنا يعني، دايما لما يحصل حاجه كده على اخر لحظه فتبقى تحس انها كويس، عشان بتديك فرصه تانية، بتديك انك تعيد التفكير في حاجات، ف استفدنا منها جدا يعني طبعا. والله انا عجباني جدا طريقه التفكير اللي كنا بنتعامل بيها في الفيلم، بس المشهد اللي مش قادر يروح من بالي بعد ما سمعت الحكايات دي، الافلام الاجنبي دايما يجيبوا فيها حد عنده تحدي كبير يقوم ماسك التليفون ويكلم كل الاصدقاء القدامى، عارف عايزين المحاربين، فريق المحاربين علشان عندنا مشروع جديد. بس فكره ان انا اعمل فيلم في ايام كورونا لوحده تحدي. قررتي من اول لحظه انه يكون قصير؟ يعني كنت عايزه تدخلي بمهرجانات؟ طب يعني كنت عاوزه اعمل فيلم ما يبقاش حاجه حصلت لي يعني، ده التشالنج الاساسي، لان انا كنت دايما مخي متعود على الحاجات الحقيقيه، فكنت عاوزه اخرج من انا يعني التحدي ليا انا ان انا اعرف اتعامل مع سبجكت انا ما شفتوش قبل كده وانا اخلق العالم ده. وبمناسبه الجنود يعني، هو انا بالنسبه لي ساندرو كان هو الجندي الخفي للفيلم كله، لانه هو ساندرو كان بادئ على الفيلم اصلا قلت له انت هتيجي معايا هتبقى انت مخرج منفذ ومش عارفه ايه، وبعدين احنا ما عندناش بروديوسرز في مصر عندهم طولة احنا عندنا ازمه في القسم اللي هو مش التمويلي بس اللي هو المشرف على الانتاج اللي هينتج يقف على الحاجات ويوفر لك كل اللي بيؤمن بالفيلم كده ويبقى شايله على كتافه، مش عشان لهدف مادي او لهدف تاني يعني. فانا كنت محظوظه جدا ان ساندرو وافق انه يبقى بروديوسر على الفيلم. قلت له بص احنا عشان نصور انت لازم انت اللي هتبقى البروديو، انت اللي هتغني من عندك. ايوه. فشيلته بقى كل حاجه كذا وعاوزين كذا وكذا، انا عارفه نفسي انا ببقى في وقت بضغط جدا، بس هو عرف يتحمل كل ده. وبعدين في الاخر البيد اوف يعني، احنا يوم ما جالنا الايميل بتاع فانيس ما كناش مصدقين نفسنا. ايوه ده جه امتى بقى يعني؟ هي الفكره انا متصور ان انا بعمل فيلم عشان مهرجانات يعني، كنت مخططه المهرجان فانيس ولا الموضوع كده؟ هي جت خناقه بيني وبين ساندرو. ان انا خلصت الفيلم، برافو عليكي، صورت الفيلم ومش عارفه ايه وبتاع، قعد يقول لي طب يا كوثر على الاقل دوسي سبميت انا مسافر. قعدت اقول له مش هنتقبل يا عم، ودي فلوس ضايعه في الارض، وليه نعمل سبميشن بفلوس واحنا اصلا يعني خلاص بقى يا ساندرو فوق. المهم كانت خناقه، وكان يوم عيد ميلادي يوم السبميشن. انا فاكره كويس قوي، كنت بصور في اوردر، فقمت فتحت عملت سبميشن. انا كنت اخر فيلم اتعمل له سبميشن لفانيس. وبعدين حتى لما روحت هناك قابلت البروجرامر قالت لي انت اخر فيلم انا شفته، فانا استغربت اني دخلت فيلم بعد ما اخترت كل حاجه. فقدمت الفيلم مش عارفه ايه وخلاص، وانا نسيت اصلا اني قدمت، لان هو زي اي ايميل تقريبا 3/4 صناع في مصر عارفين الايميل وي ار سوري تو انفورم يو ان الفيلم ما اتقبلش وبتاع. فانا توقعت انه طبيعي كده، وما كنتش
يعني ما كانش على نفسي بقى كان مستنيه اصلا يعني ما كنتش مستنيه الايميل ده خالص خالص خالص. عملت ده كله عشان ساندرو عشان هو حاسس ان هو بيعمل كل حاجه وان انا يعني ايه بنعمل كده. ايوه بالظبط. فقمت عملت سبميشن ونسيت بقى الموضوع خالص وسافرت وجيت وكان عندي بلانز تانية اصلا في حياتي وكل حاجه. في يوم لقيت ايميل ما صدقتش بقى. كنت ماسكه الايميل وجوزي قاعد وقلت له ايه ده ايه ده لا وقمت بقى بيقولي في ايه. قلت له الفيلم اتقبل في فينيس ولا ايه انا مش عارفه انا بحلم. قلت له انا بحلم انا هنام واصحى لو لقيت الايميل موجود يبقى ده حقيقه. أيوة. لو غير كده يبقى انا احكي لك بقى انا كنت وانا نايمه حلمت انه حلم جميل قوي وطلع حلم. بس بالمناسبة الفيلم ده اللي اتعمل في ايام كورونا وجبنا فيه محاربين القدامى بالمناسبة الفيلم ده كان السبب في انها اتجوزت شخص جميل جدا جدا ولاقيين على بعض جدا ربنا يخليكم بعض. وانتي رجعتيه تاني للمونتاج بالفيلم بالمناسبة. يعني انا اتصور ان رجوعه ده كان بسبب قصة الحب العظيمة واخيرا انه كان يوم عيد ميلادها. وطبعا الجندي الخفي اللي خلاها تقدم كان ساندرو. احنا مشكورك قوي. بس انا اول ما انت نبأت ان احنا رايحين فيس هو كان يقعد يقول لي احنا رايحين فيس اقول له يا ابني متقعدش تقول كده لنفسك. أيوة. من قبل ما نصور الفيلم احنا اخرنا هنعرض هنا يعني هنعرض في حته كده وخلاص. ده من الاوليه. انت بعد كده تمشي ورا الكلام بتاعه. طب ايه المهرجان الجاي اللي مشاركين فيه بما اننا الفيلم الجاي بقى كان على طول. لا احنا دلوقتي الفيلم ده رايح فين تاني المهرجان؟ لان احنا سمعنا العصافير بتقول انتوا هتشاركوا في مهرجان تاني. هو يعني في يومين بالظبط هيتم الاعلان عن العرض العالمي الاول في الـ في الـ في الميدل ايست في الشرق الاوسط يعني. بس هو احنا بس مش عارفين نعلن قبل ما المهرجان يعلن عشان هم بتبقى كونفيدنشال نيوز لازم هم. بس هو 48 ساعه بس وهتلاقي كل ال. طب ما احنا ما نبقاش الاعلان الاول ليه؟ يعني انت تنبئي كده اتفضل اتدخلي يا استاذ. مارك بيعرف يتنبأ كويس. مارك هتتنبأ انت ولا تنبأ ان شاء الله يبقى في اربع خمس مهرجانات كده ونخش في اللي جاي 48 ساعه. مين بيعلن الايام دي يعني؟ جربي كده. مهرجان ال. ايوه استاذ سامرو ال. انا ما اعرفش في حرف القاف. انا كنت اعرف نسيت حرف بعد بكره بقى. في حرف القاف وحرف الالف. يعني لما السكوت علامه الرضا. هو بعينه القاهره مهرجان القاهره يا جماعه. ياس. واول عرض دولي واحنا فخورين ان انتوا هتشاركوا في المهرجان لان احنا عارفين في مجهود كبير قوي قوي وراه. والهام هتمشي على السجاده الحمراء. طبعا همشي على السجاده الحمراء مع كل الكرو والكاست. احنا فقدنا الهام في فينيس. احنا كان نفسي الهام تكون معانا في فينيس. ما رحتيش ليه؟ للاسف كان عندي تصوير وما عرفتش اهرب وما رضيوش يسيبوني اروح وقعدت عيطت وكانت مصيبه. بس مبسوطه ان هم اخذوا التجربه دي وان شاء الله بقى المهرجان الجاي هبقى معاك. احنا ما هو ما جاي واحنا قلنا مهرجان القاهره يا جماعه هتشوف الهام ماشيه في مع الكرو في البدايات كده على السجاده الحمراء. احساسك وانت عامله فيلم ليه طبيعه مختلفه بتقدمي فيه شخصيه. انا مش هحرق الفيلم لان انا عارفه ان هو يعني فكرته حلوه. بس شخصيه بنعيشها كلنا في الحواري وفي الشوارع وفي القرى وفي كل حاجه. البنت واللي بتعيشه البنت احيانا من تحديات. انت ما كنتيش عشتيها. انت اكيد كنت مرفهه. لا خالص ما كنتيش مرفهه. اول قعده قعدتها مع كوثر هي دي عامه اللي حسستني ان هي بجد شايفه هي عايزه تعمل ايه. وحسيت ان في حاجات فعلا في حياتي يعني لمست مع الشخصية اللي هي سارة. فلا خالص بالعكس انا حسيت ان الموضوع كان اسلس من ان الشخصية بعيدة قوي عني. يعني الشخصية كانت موجودة جواكي حتى لو اللي قدامك مش متصور قوي انها جزء منك او من حياتك فهي كانت. طيب لما انا يكون انا هشتغل مذيعة وعندي حد في العيلة مذيع اول حاجة هقولها له والله انا جالي البرنامج ده ايه رأيك؟ انا ما عملتش كده بصراحه. ايوه يعني ما رحتيش. انا ما عملتش كده. انت يا خالتي الله يخليكي انا عندي فيلم جميل خالص. كوثر كانت اول عمل اعمله في السنتين اللي فاتوا دول. ومن بعدها عملت 7 اعمال. انا ما اظنش ان في مثلا غير حاجتين اخذت راي الهام فيهم. الهام الكبيره الهام شاهين. الهام شاهين. عشان هم دول يعني كنت مش متاكده قوي. بس مع كوثر انا بجد على عمياني. I was like انا هعمل ده وعملناه الحمد لله. وهي لما عرفت قالت لك ايه؟ كانت مبسوطه بيا قوي. كانت مبسوطه بيا قوي لما اخرها. انا كنت باخر الهام جامد بالليل. بتقول لي انا لازم اروح عشان انا متاخره. الشيء الهام بقى خلاص انت عديتي 20 سنه حاولي تتاخري شويه كمان. ايوه الحمد لله. لا بس كوثر كانت في البروفات
بتبهدلنا يعني، كان مركزه على الموضوع. بس ده كويس، طلعت مننا حاجات لذيذه جدا. طبعا طبعا يعني. وانت قلتي ان الاعمال اللي انت عملتيهم خلال الفتره اللي فاتت السنتين اللي فاتوا عملين بس سالتي فيهم خالتك، كانوا ايه؟ واحد ما خدتوش فمش هتكلم عنه. ده كنت ساعتها بتساليها على رايك في العمل كله ولا في عمل في الدور ازاي يعني؟ في الدور اللي انا هاخده لو المفروض ان انا اخده ولا لا. والعمل الثاني كان حلقه مع، كان حلقه في خارج السيطره اسمها توت. فهما الحاجتين دول. ورايها في كل الاحوال بالنسبه لك بما انها سبقاكي كتير في المطار يعني؟ انا طبعا. دايما الواحد ما بيصدق حد يختصر عليه المسافه، تختصر عليك المسافات. خوفتك من حاجه؟ خوفتني من حاجات كتير، بس هو انا اتربيت في وسط كل الناس دي وفي وسط المجتمع ده، ف مش حاسه ان في حاجه خضتني قوي. بس في حاجات طبعا بعد ما بتنزلي وبتشتغلي بنفسك وتشوفيها بعينك بتبقى مختلفه تماما. ف هي اكيد طبعا الموضوع بيساعد، بس انا شخصيا ما بمسكش في ده قوي، وتش انا حاسه ان ده غلط بصراحه. بس انا فكره انك تبني تجارب ليكي. وبعدين انا اتصور ان في فروقات بتحصل من وقت للتاني، من جيل للتاني. انا ما كنتش متصوره ان الاعمار اللي احنا قاعدين مع بعض دي هي الفيلم المصري الوحيد اللي مشارك في هذه المسابقه، عاملها شباب صغيرين كده وناس بتاخد حاجات لاول مره. انت كنت مفتاح السحري اللي خلاها تدخل المهرجان. ان شاء الله المفتاح السحري اللي هيجيب لنا جايزه. ان شاء الله يعني. بس الفيلم ده كمشاهد بقى بيمثل لك شيء؟ طب يعني يعني قصدي لما كوثر قالت لنا عندنا قالت لي عندي فكره وبدات تكتب السيناريو كده، من اول ما سمعت اهتميت جدا وحبيت جدا العمل، حبيت اكون مشارك فيه باي شكل ايا كان دوري فيه يعني. فزي ما بقول لحضرتك، هي الفكره انك اول يعني الافلام القصيره دي بتكوني دايما المحرك بتاعك هو الشغف او الايمان بحاجه. قابلت ناس عندهم نفس الحكايه اللي اتعرضت في الفيلم؟ زي ما هي كانت بتقول لحضرتك، احنا في لما بدات تعمل كاستنج اكتشفنا ان القصه متداوله، فاستغربنا وانبسطنا جدا لان لقينا ان الموضوع يعني مش خيالي خالص، يعني موضوع واقعي جدا. فساعات الواحد فعلا ما بيخلي خياله يسرح بيرد في الواقع تاني. دي كانت حاجه حلوه جدا. العلاقات الاجتماعيه والانسانيه واللي فيها حب دي يعني من الحاجات اللي بنعيش فيها قصص كتير. لكن انت اكيد عشت موقف ما في تصوير مشهد ما كانش بالنسبه لك سهل، قول لي عليه بقى. لا هو كله مفيش موقف واحد، انا في الفيلم كله ما كانش سهل. كله صعب في صعب. عارفه عايز اقول لك كله ضرب اللي عملتيه. ايوه هو كده. ف لا بس فعلا يعني هو مع وجود البروفات الكتيره الواحد كان داخل الفيلم اولا عارف وعارف احنا بنعمل ايه، وخلاص كنا الموضوع ما بقاش زي صعب زي ما احنا كنا بنتكلم عليه في الاول. لا احنا جربناها كذا مرة، وهي اهم حاجة فعلا التحضير يعني، وده اكتر حاجة احنا قعدنا فيها وقت، اخدنا فيها وقت هي كانت التحضير. قعدنا اكتر من 6 شهور، وطبعا كل ده الفضل يرجع لأستاذة كوثر عشان يعني كانت مركزة جدا في موضوع التحضير. فخلاص لو انت محضر كويس خلاص يعني زي اللي داخل الامتحان مذاكر له. فبالعكس هو داخل مستمتع اصلا هو في الامتحان من كتر ما الحاجات حلوه وسهله. بس فكره انك يعني القصه الصعبه يعني، هو الفيلم الطبيعي انا مش هنحرق قصه الفيلم بس هو يعني يا ريت مش بيقول لي يا ريت. طب ايه رايك اخلي المخرجه هي اللي تقول لي حاجه عن قصه الفيلم؟ هو بيتكلم، انا مش عايزه القصه كامله بس انا عايزه اتكلم على المين ايديا اللي انت كنت حاطاها الهدف الرئيسي في الفيلم، وانت شايفه ان دي حاجه كانت مهم انك تحطي ايدك عليها وتوريها للناس. انا كنت بحاول اتشالنج يعني اتحدى الانماط بتاعه البنت والولد في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الاشكال الثابته. الاشكال عندنا. اللي احنا يعني احنا بنصنف كده، البنت بتبقى 1 2 3 والولد بيبقى 1 2 3 والبنت ما ينفعش 1 2 3 والولد ما ينفعش 1 2 3. فاحنا حاطين الحاجات في بوكسز هي بحكم المجتمع وشكل المجتمع والاراء والذكوريه والحاجات كتير قوي هي السبب في ده. فانا كنت بحاول اتست انه لو ضربنا مفك في كل ده ها يعني واتس نيكست. فطبعا هو عشان فيلم قصير فمش حابه يعني احكي تفاصيله كلها، بس يعني هو ان شاء الله لما يتعرض قريب يعني الناس هتقدر تشوفه وتفهم اكتر. بس هو ما فيهوش حاجه من الحاجات احنا زي ما بنقول يعني هو بيواجه افكار مش بيكسر تابوهات، بمعنى ان الناس كتيره جدا تقول
الموضوع ده تابو ازاي يتكلموا فيه، لدرجه ان في ناس بتتمنع من عرض افلامها في مجتمعاتنا بسبب بعض الافكار، ونرجع نتناقش الفن فيه حريه ولا ما فيهوش حريه. دخلتي في الخط ده ولا ما وصلتيلوش؟ لا انا مش شايفه ان في اي تابو، انا كنت يعني بحاول اكسره او العب فيه بالاخص، لكن هو اي فيلم هي وجهه نظر بتحاول تطرح، يعني بيطرح لو انت شفت فيلم وما عندكيش سؤال او ما عندكيش احساس بعده، يبقى الفيلم ده يعني اقصد بيبقى مؤثر لما بيسيب الجمهور بحاجه، سواء احساس سواء سؤال سواء ايا كان، بس لازم يسيب حاجه عند اللي بيتفرج. توقع ان الفيلم ده ممكن يغير حاجه في افكار الناس؟ مش شرط يغير اللي هو الناس هتصحى الصبح تغير كل حاجه، لان مفيش حاجه بتحصل بالشكل ده، لكن هو هيشيك الجراوند، يعني هيخليهم يفكروا. هيخلي بالظبط، وهو ده الهدف من الفيلم، يعني لا رحت الحته غلط، يعني اللي هو لا مش ينفعش نتكلم هنا، ولا رحت الحته، يعني حاولت طول الوقت افضل بخلي اللي بيتفرج هو اللي يكون وجهه النظر. عظيم. مش طيب مش الفيلم بقى في اللي عملوه واللي عاشوا الشخصيه، وانت قلت ان كل حاجه في الفيلم كانت صعبه، يعني مفيش مشهد قلت له مشهد صعب قال لي كله كان صعب الحقيقه. طب الصعوبات دي كلها والحاجات اللي انت الشخصيه اللي انت دخلت جواها بكل انفعالاتها وتغيرات المراحل النفسيه اللي مرت عليها، غيرت فيك انت حاجه او نظرتك؟ جدا الصراحه. الفيلم ده يعني الفيلم ده الوحيد اللي انا طلعت منه بتجربه ان انا فعلا مغير في شخصيتي، غير في شخصيتي من ناحيه النظره للمراه والتعامل مع المراه، ويعني هو غير فيا جدا بجد، ده مش كلام برامج وخلاص، بس فعلا الفيلم ده غير ليا وجهه نظر كبيره جدا. للاسف احنا كرجاله عشان مش بنعيش الكلام ده فمش بيجي على بالنا، حتى لو ممكن نحسه بس عمرنا ما يعني، او حتى لو هنفهمه بس عمرنا ما هنحسه. فبس يعني انت عشته من خلال تجربه الفيلم ده حتت عمرك ما شفتها قبل كده؟ يعني في حاجات كده، يعني كان مش عارف يعني، بس النظره للمراه عامه بتحتاج، بالذات بعد كل اللي بيحصل ده، كل التوجهات بتاعه ان ازاي المراه يبقى لها صوت في المجتمع بتاعنا وكده، للراجل كمان ومفهومك عن الراجل، كلمه راجل او بالظبط، ما هو ده برضو في كلمه راجل دي لوحدها بتحط عليا ضغوطات نفسيه فظيعه يعني. فهي وللاسف احنا عندنا رجاله برضو دايما عليهم ضغوطات، زي ما الستات برضو عليهم ضغوطات يعني، صحيح، كمفهوم وكمسؤوليات، وكان عارفين توقعات، احنا متوقعين ان هم هيعملوا 1 2 3، لا المفترض يعملوا 1 2 3، ما حدش يطلع من بره كده بقى. بقصة الشعر دي انت طلعتي بره الموضوع خالص، يعني ده من اول لحظه، يعني ده كان نوع من انواع انك بتقولي حاجه كشخصيه بعيدا عن الفيلم. انا قعدت فتره طويله قوي بقول لمامتي انا هشيل شعري كله، هشيل شعري كله، هشيل شعري كله، قالت لي مش تعمليها. وفي يوم قلت لها طب انا هعمل كده النهارده، انت تمام؟ قلت لي اعملي ما بدالك، خلاص زهقت بقى يعني. لما جابت مش هتعملي اصلا يعني. نزلت الاجزخانه تحت البيت وجبت المكنه الحلاقه وشلت شعري كله خالص. وقد كانت ده كان مش موجود خالص. والله ده كان الرياكشن بتاع كل البشر اللي في حياتي بلا استثناء. طيب اكيد كل واحد يسالك، عارفه اصل انا هقول لك انا قصيت شعري للطول بتاعك ده، اقصر طول عملته، بس ربنا يمسي ماما بالخير مكان ما هي، بس اول ما شافتني هقول لك الرياكشن بالظبط، وده اعتبروه اعتراف على الهواء. قصيت الطول ده مره واحده في حياتي، فهم قالت لي مين عمل فيكي كده؟ اول جمله قالتها لي، فانت مامتك قالت لك ايه بقى؟ ده مش كتير خالص. لا الرياكشن بتاعها وقفت قدامي كده قالت لي تمام هديكي رايي بكره، هي بتحب تاخد وقتها في الحاجه، ما مش لاقي حاجه تقولها لي كده. الحقيقه بعده راحت بصالي وقالت لي لا تمام ماشي مش وحش. الهام اول ما دخلت لها عيطت بالدموع وانهارت بتاع نص ساعه، بس بعدها بقى خلاص يعني. هي لحد دلوقتي بصراحه مش متقبله الموضوع، بتقعد كل يوم تقولي طولي شعرك، بس بطوله اهو. طب انا دلوقتي متصوره ان انا الهام شاهين ودخل عليا بنت اختي شايله شعرها بالمكنه، اوكي؟ فاول حاجه هقول هتصورها انها بتمر بازمه عاطفيه مثلا. لا خالص، هم عارفين من زمان ان انا عايزه اعمل كده، وبالعكس انا عملت كده في اكتر فتره في حياتي انا كنت مبسوطه فيها. طب ليه؟ عشان كنت مبسوطه. كنت قلت طب ما انكد على نفسي. طب كنت عايزه احس ب، معرفش، حسيت ان الحركه دي فيها حريه كتير قوي، قوه. وهي فعلا ادتني حريه وادتني قوه. انا قبل ما اقص شعري ما كنتش بلمه قدام حد، لازم على طول ابقى مغطيه وشي،
فجأة رحت شايلاه مرة واحدة، مفيش حاجة تستخبي وراها. واو. يعني هم بيقعدوا يقولوا الشعر ده تاج المرأة والأنوثة لا على فكرة مش أنا محتاجة، أنا مرأة وعندي تاج من غير شعر. بالضبط، أنا حسيت نفسي كده بصراحة. أنا معاكي على فكرة والله. يعني أنا وإلهام هنطلع من الحلقة دي صحاب بالمناسبة بقى، يعني بعد اللي بيحصل ده. برافو عليكي بجد، برافو عليكي. لكن كان في مشاهد صعبة عليكي في الفيلم؟ كان في مشاهد صعبة طبعا، بس حاسة ان كان في سبورت كتير قوي في اللوكيشن، يعني من كل حد. يعني علاقتي انا ومارك كويسة قوي، علاقتي مع كوثر، علاقتي مع ساندرو، علاقتي مع الناس كانت كويسة قوي. فكان في اي وقت بحس ان في دروب هيحصل عندي، كنت ابص لاي حد فيهم بس واحس ان لا تمام، انا تمام، انا انتوا معايا عيلة. طبعا بقينا عيلة جدا، فدي كانت حاجة تطمن. الله. انا اخر كلمة هاخدها قبل الختام من المنتج ساندرو اللي هو اول مره ينتج، يبقى المنتج بتاع البرنامج، بما ان انت طول الوقت كنت الجندي المجهول او المحارب المجهول زي ما قالت كوثر، ايه اللي عايز تقوله للناس عن الفيلم ده؟ يعني اتمنى انكم كلكم تشوفوه في اقرب فرصه. وفي نفس الوقت هو فيلم جريء، وهو فيلم بيطرح اسئله اكتر ما هو بيدي اجابات. ورؤيه كوثر في الفيلم بجد فريده جدا، حتى لو حد شاف اي حاجه بتناقش نفس الموضوع هيلاقي ان الفيلم دوت يعني فريد جدا من طريقه حكيه. يعني بيشوقونا. ها انتوا عارفين طبعا ممنوع علينا ان احنا نحرق اي حاجه خاصه بالفيلم. انا اول مره اشوف التريلر وهو بيتعرض، بس طبعا يعني انا عارفه انه هيكون زي ما هي قالت مثير للافكار، فيلم يستاهل انك تتفرج عليه مجرد ما تلاقي اول فرصه انك تتفرج عليه. احنا بنشكركم جدا طبعا على ان انتوا بعمل زي ده وصلتونا لمكان لطيف زي ده، وان شاء الله تاخدوا جوائز تملى الدنيا، تعملنا افلام تاني وتالت، وفريق العيله ده يملى الدنيا شغل حلو. مبسوطه بيكم جدا وان انتوا كنتوا معانا النهارده. كوثر يونس مخرجه وكاتبه مش كاتبه قوي يعني، بس حاجات حلوه كتير، بس بصراحه نورتينا جدا جدا يا كوثر. ميرسي جدا 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 لذوقك. يعني انا مبسوطه ان انا قابلتك النهارده، ومبسوطه ان احنا هنا. يعني ساندرو كان لسه بيقول احنا كنا غالبا الفيلم العربي كمان الوحيد في المسابقه في فينيس، فاللي هو حسيت ايه ده، احنا عملنا حاجه. الله. بجد احنا مش بننظر. الله. يعني حاجه تدعو الفخر. على فكره هيبقى حديث القاهره انكم تتفرجوا عليه وتقولوا لنا رايكم فيه، وناخده كمان بعد ما ياخد جوائزه ان شاء الله. طبعا مارك حجار، يعني بجد سعيده ان انت كنت معانا، وان انت قلت لنا ان افكارك فعلا اتغيرت من الفيلم. انا اسعد. ده حقيقي فعلا، وهو ده المهم، يعني ان الواحد يتبنى الشخصيه اللي هو بيعملها لدرجه ان هي فعلا تأثر فيه بعدين. يعني مستنيين الاربع مهرجانات اللي جايين. انت المتنبئ بالفن. قلنا بالاوليه. يعني الهام صفي الدين مش الهام الصغيره، لانها الهام كبيره بانها بتعمل موهبه جميله ومدركه شخصيتها وعارفه ابعادها. معتزين بيكي جدا جدا يا شكرا، انبسطت قوي النهارده. واحنا كمان. واحنا كمان ساندرو كنعان، شكرا جزيلا. شكرا ليك ايها مرسي. الجندي الخفي. ميرسي ميرسي للاستضافه، ونشوفكم وانتم شايلين الجوائز ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. ده فريق فيلم صاحبتي، اول فيلم عربي مصري يشارك في الافلام القصيره في مهرجان فينيس مسابقه افاق. ايه رايكم بقى دلوقتي؟ اقول لكم كلكم تصبحوا على خير، وعندي خبرين لطف. واحد، ان شاء الله خيري هيكون معاكم يوم السبت الجاي 9 مساء، وانا هشاركوا بدءا من يوم الحد بكرة وبعده وبعده، أربع خميس جمعة. الكاتب الكبير والإعلامي والصحفي والمفكر زميلي العزيز وصديقي العزيز الأستاذ إبراهيم عيسى هيكون معاكم في بقية حلقات الأسبوع من حديث القاهرة. نقابلكم على خير الأسبوع الجاي. تصبحوا على خير.